عاجل ورد منذ قليل، مصر تهتز بخبر محزن والشعب المصري يبكي، وفاة 8 مصريين أثناء أدائهم لمناسك العمرة بالسعودية. حادث مأساوي لعدد من المصريين في السعودية، توفي 8 أشخاص وأصيب 43 آخرون في حادث انقلاب حافلة في المدينة المنورة. وأكد مصدر بالجالية المصرية في المملكة العربية السعودية أن المتوفيين 8 مصريين توفوا في الحادث الذي حدث على طريق المدينة المنورة، طريق الهجرة السريع في السعودية. وقال المصدر أن من بين المتوفيين مهندس وزوجته، وللمفارقة إنهم من قرية أم الرزق بمحافظة دمياط التي ودعت الثلاثة أشقاء الذين توفوا في حادث أليم. وكشف عادل حنفي نائب رئيس الجالية المصرية بالسعودية عن وقوع حادث مأساوي لعدد من المصريين في السعودية أثناء أدائهم لمناسك العمرة بالمملكة. وقال حنفي في تصريحات أن عدد المصريين المتوفيين في حادث انقلاب حافلة على طريق المدينة المنورة، طريق الهجرة السريع في السعودية 8 أفراد، وذلك أثناء وقوف حافلتهم على الطريق. وأكد نائب رئيس الجالية المصرية بالسعودية أن الحافلة الخاصة بالمعتمرين اصطدمت في تريلا أثناء تواجدهم على طريق المدينة المنورة، مما أسفر عن تهشيم واجهة الأوتوبيس وتحطيمها بالكامل وجاري التواصل مع أسر الضحايا لتسليمهم ذويهم. وقد نشرت وزارة خارجية المصرية أسماء بعض المعتمرين الذين لقوا حتفهم في حادث سير بالسعودية أثناء تأديتهم مناسك العمرة، وجاري البحث عن هويات باقي المتوفيين تمهيدا لعملية شحن الجسامين إلى مصر. وخرجت تلك الأسماء على النحو التالي: شيماء محمد إبراهيم متولي، كمال عبد العال عبد الحميد جعفر، أحمد محمد أحمد نور، زينب محمد إبراهيم فرج، هانم محمد سليمان حماد، محمد إبراهيم محمد، أحمد علي الكيلاني شلبي، رتيبة برعي محمد طنطاوي، نعمة عبد الغني عثمان أبو زيد، عبد السلام شحاتة أحمد جدلة، عايدة عبد السلام بدراوي جاد، رحم الله الراحلين وأسكنهم فسيح جناته وألهم أهليهم وزويهم الصبر والسلوان. ونتمنى من الله عز وجل الشفاء العاجل لجميع المصابين،